حي الله الحبايب، ياكم سام جيمز، ومثل ما وعدكم دائما ياكم بكل شيء جديد. طبعا مثل ما تعرفون كل اسبوع انزل لكم مقطع عن الليفل واحداث جي تي اي والجلتشات اللي تنزل على جراند. حياكم الله ديسكورد تليجرام، لاي مساعده تحتاجه كل شيء مجاني عندنا بالسيرفر، ومثل ما تعرفون ستور جراند الكل الحسابات المهكره حياكم. هنا طبعا كل عليك انك تضغط اوبشن بلاي جوب وروك ستار كرييتر، وبعدين نروح ستون ريس. جي هنا على باقه الار سي بنديتو السباقات اللي موجوده. طبعا نشوف اول داون هيل، هذا السباق اللي تروح عليه من هاي الباقه كلها. ليش؟ لان هاي الباقه كلها تختلف بها الفلوس، تختلف بها الوقت، يختلف بها الار بي، الاكس بي، الفلوس، كل شيء يختلف. فكل عليك انك تضغط على هاي المهمة اللي اني واقف عليها اسمها All Down Hill. طبعا هنا أنا ما يحتاج تلعبها ويا حد، تلعبها سولو. تبدي المهمة كل شي تمام، تسوي كونفورم اكس. طبعا اذا ما عندك انت سيارة الارسي راح ينطيك واحدة، اني عندي مهكرة فول فاتسابق بيها. السباق حلو سريع، وانت بس لازم تنتبه على تشيك بوينتات، وتقدر تشوفهم بالميني ماب وتقدر تشوفهم بالماب. يعني تشوف الميني ماب قدامك ان النقطة الصفر من تمشي بالشارع راح يظهرن قدامك غيرهن وغيرهن وغيرهن، عرفت هنا؟ فهنا كل عليك انك تجمع تشيك بوينتات، حتى لين هن 64 تشيك بوينت. بس هنا احنا ما نريد نسابق ونريد نسوي شيء سريع، وهذا لان ما حيهمنا السباق، واذا خلصناه بالوقت السريع فالسباق ما راح ينطينا اكس بي، واذا خلصناه متاخر همين ما راح ينطينا اكس بي. هنا لازم انت تنتبه على الوقت اللي اني سويته بالضبط للمهمه، حتى انت تسوي نفس الطريقه اللي اني سويتها حتى يجيك بي الاكس بي التمام 100%. فما انصحك تسويه قليل او تسويه اكثر الوقت، ما انصحك بهاي الطريقه، سويه على الطريقه اللي اني مسويها بي. فلاحظ هالثاني 56 من 64، هذا الشيء خرافي اسطوري. طبعا هن تشيك بوينتات هن تشوف هن هواي، بس هن جدا سهلات لان وحده بجنب الثانيه، يعني ما بيناتهن مسافه بعيده. هنا انا وصلت لل 61 على 64، وهنا 62، تلاحظوا هذا 63، فهنا راح نوقف، ما نريد ناخذ ال 64 الى ما يجي الوقت مالتنا المضبوط، ناخذ التشيك بوينت الاخيره ننهي السباق. هسه اخذت التشيك بوينت الاخيره وراح انهي السباق. مثل ما تشوف انه فوق الاربع دقائق، اهم شيء لازم يكون فوق الاربع دقائق، ولاحظ الاكس بي اللي راح تحصله بالاضافه الى الفلوس. 5470، شيء اسطوري اسطوري. ومثل ما شفتوا حبايبي هذا السباق الاسطوري وسهل جدا، تشيك بوينتات سريعه والسباق ممتع جدا. طبعا انت بس تخلص السباق تظل واقف العب بالتليفون، سوي لك شيء ثاني الى ما تجيك الاربع دقائق، بعد الاربع دقائق بشويه انهي انت سباقك. هنا أنا راح تستلم الاكس بي 100%. واتمنى من الله انه عجبكم هذا المقطع حبايبي، لا تنسون بلايكاتكم دعمكم، حياكم الله بالديسكورد تليجرام، لاي مساعده تحتاجها بجراند ما راح نقصر وياك. طبعا تعرفون متجر لجراند لكل حسابات المهكره، حياكم الله، وان شاء الله دائما اشوفكم بالمقاطع الحلوه والجلتشات الحلوه على جراند. واقول لكم بيس فور لاف، ومع السلامه.